بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طابعة براذر ليزر بلاك موديلها 2130، تعرضنا لها في أكثر من فيديو. فيها مشكلة اليوم غريبة شوي، مجرد ما نشغل الطابعة بتعطيني إذا بنلاحظ إيرور مباشرة بدون ما تسخن، على طول أعطتني إيرور. مثل هذه المشكلة في الغالب تكون في ورقة أو قصاصة ورق منحشرة داخل الطابعة، ولكن إن بحثت داخل الطابعة ما حصلت أي شيء من الخلف في على الدرج في داخل الطابعة. خلنا نحاول نحل المشكلة ونشوف شو سببها، لأنه مثل هذا الإيرور برضو له احتمالات كثيرة غير قضية تعليق الورق، ممكن يكون أمور أخرى. صحيح بعد التحري تبين أن الذراع الصغير اللي بيغلق على حساس الباب يعني مكسور. اوكي، نحاول نركب ذراع صغير يقوم منا بنفس المهمة، او انا عندي طابعة ثانية. هاي عندي طابعة اخرى ما فيها مشكلة، مفروض هذا الذراع اللي تكلمنا عنه مكسور، وهذا ذراع الباب اللي بيمكننا من اخراج الحبر من الطابعة والدرم. وطبعا هذا الحساس ممكن نخلي عليه قطعة ورقة أو قطعة محارم، بحيث نوهم الطابعة أنه الباب مغلق. يعني إذا ما تمكننا من تركيب مثل هذه القطعة وما وجدنا باب، ففي حلول بديلة. وطبعا ممكن نفتح الكفر الجانبي ونوصل للحساس ونخلي قطعة المحارم داخل مباشرة على طول، ففي حلول كثيرة. أهم شيء تنحل مشكلة الإيرور اللي شفناها في بداية الفيديو. إذا حد يعني ملاحظ، لو نخلي السكرو درايفر مفك على طول الطابعة، ملاحظ بتسخن وكأنه ما فيه مشكلة. صارت الطابعة ردي، مجرد ما نشيل السكرو درايفر الطابعة اعطتني الايرور. الفيديو اذا حد عنده اي اضافة ما يبخل فيها علينا وعلى اخوانه. نلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.